أهلا بكم. أرض قاحلة لا ماء ولا مشاريع ولا واقع حسن، هكذا هي الديوانية، بقعة منسية يحاوطها الحرمان من كل الأركان، فقر وبطالة، صراع سياسي أزلي عطل الازدهار وعرقل الاستثمار وأودى بحياة المحافظة في صالات الإنعاش. لا نبض في الشوارع ولا فرص في المساطر ومخصصات الإعمار في مهب الريح، فهل سيبزغ فجر النهضة بعد ظلام الركود؟ أم أن الغبار سيبقى يخنق الأهالي على مر الأزمان؟ أما في لبنان، حادثة تشعل الأحداث والاستفهامات، أجهزة شخصية تستهدف الآلاف، من خطط ومن نفذ ومن يسعى للذهاب بالمنطقة إلى المجهول؟ أسئلة لا أجوبة لها، لأن الجاني صامت دائما ولا يخشى الرد ما دام تأييد الخونة في ظهره. أهلا بكم. على الرغم من أن محافظة الديوانية تحتوي على ثروات معدنية وزراعية وسياحية، لكن المفارقة سكانها يتم تصنيفهم ضمن الأكثر فقرا في عموم العراق، ولا يخفى على الجميع الواقع الخدمي الذي تعيشه المحافظة طوال 20 عاما التي مضت بسبب الإهمال الواضح من قبل الحكومات المتعاقبة. بالذات محافظة الديوانية ما شهدت يعني اعمار او يعني ابسط الامور يعني اللي تشهدها المحافظات البقيه. فمحافظه الديوانيه محافظه مفتقره بالنسبه للحكومه السابقه، يعني وعود يعني غير تنفيذ، يعني ما شهدت اي اعمار. فنتامل من الحكومه الجديده، نتامل يعني اعمار لهذه المحافظه المنكوبه. يعني هي طبعا من المحافظات مع الاسف المنكوبه، وأهلها كلش عانوا ما عانوا من الويلات، تختلف عن المحافظات البقية أو مدينة بغداد. المفروض هم يقدموا لهم الرعاية ويقدموا لهم المستشفيات والمدارس، المدارس لازم تكون بصورة جيدة وانطراز حديث. بعد توجيه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني حول انطلاق حزمة من المشاريع، محافظة الديوانية يبحث مع رئيس صندوق المحافظات الأشد فقرا تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والخدمية، أبرزها الأمن الغذائي والمباشرة بتأهيل 42 حيا سكنيا بعد تخصيص 150 مليار دينار من الحكومة المركزية للنهوض بالواقع الخدمي. المحافظة الديوانية مثل ما قلت تعرف أنت، أنا بالنسبة وجهة نظري المحافظة الجنوبية أتعبوها أهلها، وإذا تكرست بشكل دقيق والله تفرح المواطن، يفرح وأمل يكون كبير وطموحه كبير والسعادة تجي من أوسع بابه، وأملنا بكم كبير أن تكرسوها بشكل دقيق وشكل مفصل حتى لا الشارع يحكي عليك. دائما اكسب الشارع وخل يكون ابن المحافظة الديوانية هو إلكم وعليكم. ربما تتعافى محافظة الديوانية تدريجيا بعد إطلاق أكبر حجمة مشاريع على مستوى العراق التي تشمل أكثر من 200 مشروعا خدميا. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. محور الحديث في ملفنا الأول سيكون مع معاون محافظ الديوانية لشؤون الخدمات سيد مهند الحسني. مرحبا بجانب، حياك الله. كلنا بك، أهلا بحضرتك سيدنا. بداية خلي نسأل أنه شون هالديوانية اليوم؟ والله الديوانية زينة بهل، بس على مستوى الخدمات صراحة السنوات السابقة والحكومات المتعاقبة على الديوانية يعني، وبسبب المشاريع والبنى التحتية ومشروع المجاري بالذات، يعني من حكومة السيد المالكي ولحد هذا اليوم لم تكتمل مجاري الديوانية، مما أثر بشكل كامل على تأهيل المناطق وتقديم الخدمة للناس. واقع المحافظة اليوم يختلف عن السنوات السابقة. بدينا احنا بحكومة عفوا المقاطعة، يعني 18 سنة مشروع مجاري لحد الآن ما كامل؟ نعم،
هذا المشروع أحيل لشركة الرافدين الدين زين، ومن ثم إلى شركة نور الأفق، وحاليا بعض الفقرات أحيلت إلى الشركة الإسبانية المنفذة ل 42 حي اللي أحيلت من وزارة الإعمار والإسكان برعاية دولة رئيس الوزراء. سقمنا نتخوف من أي شركة بها اسم نور، ما أدري هي ذاك الاتجاه أو لا ما معلوم. زين، شنو الأسباب كل هذه الإحالات؟ زين، شنو السبب اللي الشركة الأولى ما كملت المشروع حتى يحال إلى الثانية والثالثة؟ شنو أسباب التلكؤ؟ الشركة الأولى هي شركة ما مختصة بالمجاري، مختصة ببناء السدود، وهي شركة إحدى شركات وزارة الإعمار، وبالتالي عدم إمكانيتها وعدم الخبرة بهذا الموضوع أدى إلى فشل هذه الشركة وتلكؤ في تنفيذ المشروع. ثم بعد ذلك صار قرار من مجلس الوزراء سحب العمل من شركة الرافدين وحيل إلى شركة نور الأفق اللي هي واقع الحال أفضل من شركة الرافدين، بدأت تنجز بعض المناطق، بدأت تدخل الخدمة لبعض المناطق، لكن هناك أكثر من 25 محطة رفع وسحب لم تنجز لحد هذه اللحظة في مركز المحافظة، وبالتالي يعني في موسم الأمطار احنا نعاني بهذا الموضوع. بعض المناطق هي مؤهلة بشكل كامل، دخلت الخدمة، لكن محطات الرفع لهذه المجاري لهذه الشبكة ما موجودة. بالتالي اليوم أحيلت قسم من هذه الفقرات إلى الشركة الإسبانية، وباشرت بها الشركة الإسبانية قبل 3 أشهر. شنو الأسباب اللي شخصتوها؟ يعني شنو كانت مثلا نقص في التخصيصات المالية، لو الأموال متوفرة لكن عدم خبرة أو جاهزية هذه الشركات لتنفيذ هذا المشروع؟ احنا بحكومة السيد المالكي اكو تخصيصات، بعدين جتي داعش بال 2014 ووقفت جميع المشاريع اكثر من 3 سنوات، وبالتالي هذا اثر حالة الاندثار لبعض الفقرات اللي موجودة بالمشروع، النسيان لهذه المحافظة، المظلومية اللي من الحكومة المركزية لهذه المحافظة، كل هاي اسباب خلت المشروع يفشل. ليش؟ لان انت عنده سيوله ماليه ما موجوده، ما متوفره، متابعه حقيقيه ما موجوده على اعتبار مشروع وزاري، والشركه ايضا هي مو كفوه، وكلها بالتالي فشل المشروع والمواطن الديواني هو المتضرر. كم سنه صار منذ انطلاق المشروع بالمرحله الاولى؟ يعني من زمن حكومه عادل مهودر وزير البلديات، ولحد هذه اللحظه لم تكتمل المجاري الديوانية في مركز المحافظة. زين، هسه استلمت الشركة الإسبانية منذ 3 أشهر، من خلال متابعاتكم شو نشوفون الشغل لحد اللحظة؟ احنا بالنسبة للشركة الإسبانية هذا المشروع ل 42 حي، احنا عدد الأحياء أكثر من 68 حي في مركز المحافظة، هناك أحياء أحيلت على قانون الأمن الغذائي، وهناك أحياء أحيلت على تنمية الأقاليم على موازنة 23. نعم، وبالتالي يصبح عندنا أكثر من 55 حي دخلت إلى الخدمة. الشركة الإسبانية اليوم إحنا وصلنا أكثر من 50% في حي الجامعة، يعني منذ 3 أشهر، وبالتالي وتيرة العمل جيدة، على الرغم أنه في بداية الأمر المهندس المقيم من وزارة الإعمار والإسكان، لكن تدخل السيد المحافظ بشكل مباشر واعتراضه أصبح المهندس المقيم من محافظة الديوانية المهندس لائق، ومن المهندسين الكفؤين، وإن شاء الله يعني متابع جيد لهذه الأحياء. اليوم احنا بلدية الديوانية من ضمن الأحياء 42 أكثر من 18 حي سلمتها للشركة على اعتبار الوجبة الأولى، وباشرت هذه الشركة بتأهيل تقريبا 6 أحياء بدأت بالعمل بها، وتدري العمل وفق الجدول الزمن المعد جيد. جيد. الإدارات المحلية أولى ضحايا المشاكل وتدهور الواقع الخدمي بالمحافظة، شنو خطوات الحكومة المحلية بعد تشكيلها لحل هذه المشاكل؟ طبعا احنا بحكومة السيد المحافظ السيد عباس الزاملي بهذه الحكومة وضمن البرنامج الحكومي اللي أعد من قبله والفريق اللي الحكومي اللي معد وانسجاما مع توجيهات السيد رئيس الوزراء بادر بكثير من المشاريع اللي هي تنهض بواقع المحافظة، وشكل فرق متابعة واختيار أشخاص مهمين ومميزين على متابعة المشاريع ومتابعة أدق الأمور في سبيل أنه نقدم الخدمة الحقيقية للمواطن، وإحنا جزء من هذا المواطن على اعتبار هو أيضا يخصنا، إحنا ولد هذه المحافظة ولد المدينة. اليوم إحنا أغلب المشاريع اللي موجودة أعدت بالشكل الحاجة الفعلية للمحافظة سابقا بالسنوات السابقة،
وعدم وجود أعضاء مجلس المحافظة، أحيلت بعض المشاريع بناء على رغبات أشخاص متنفذين سواء كان النواب أو مسؤولين أو غير كذا من الشخصيات، أحيلت هذه المشاريع وفق أمزجة وليس وفق خطة. اليوم إحنا في حكومة السيد المحافظ ومجلس المحافظة لا، خطة مدروسة وفق الاحتياج الحقيقي للمنطقة، وفق الحاجة الفعلية للمشروع اللي إحنا نقدر نقدم به خدمة. جيد. سيدنا أنت ابن الديوانية، أريد أسألك سؤال وأتمنى تجاوبني بكل صراحة، شنو السبب اللي يجعل محافظة الديوانية اليوم بآخر المحافظات من حيث تقديم الخدمات والكثير من الأمور؟ الديوانية تعاني ما تعاني. تمام. طبعا احنا محافظتنا من المحافظات المنسية والمظلومة والمنكوبة بنفس الوقت. ليش منسية ومظلومة ومنكوبة؟ أولا احنا محافظة غير منتجة، معاملنا اللي موجودة معطلة، معمل النسيج، معمل المطاط، معمل الألبان، كل هذه المعامل اللي تابعة لوزارة الإعمار، وزارة الصناعة العفو، هي غير فاعلة ومهملة، وبالتالي صارت هجرة موظفينها لدوائر فك الارتباط اللي موجود. هذه واحد. محافظة زراعية وماكو مي، محافظة غير دينية، ما عندنا سياحة، ما عندنا غيرها، ما عندنا محافظة مو منتجة للبترودولار أو البترول، فبالتالي احنا تخصيصاتنا تختلف عن المحافظات، تخصيصاتنا تختلف عن النجف، عن كربلاء، عن الحلة، عن باقي المحافظات الأخرى. بهذه السنة احنا كانت محافظتنا وللسنوات السابقة تتنافس مع السماوة على مستوى الفقر أو الثاني، ديواني أول سماوة ثاني يعني. إيه بالتالي إيه هذه السنة، لكن عندكم صندوق المحافظة الأشد فقرا. تمام. في هذه السنة الماضية السماوة خرجت من الأشد فقرا بسبب أنه أغلب استثمارات المحافظات بنسبة الاستثمار أكثر من 42% استثمار في محافظة السماوة، والديوانية أقل من 5%. بهذا الموضوع رجال الأعمال والشركات والتوجه الحكومي توجه إلى السماوة، والديوانية هذه المحافظة فقط 5%. إحنا اليوم ليش أقل من 5%؟ يعني بعد تدري سياسة هيئة الاستثمار الوطنية غيرها من الأمور. محافظتنا من المحافظات الجاذبة طبعا، ومحافظة بالمستوى الأمني جيدة جدا، البيئة متوفرة، أخواتنا بدائرة الاستثمار، الحكومة المحلية داعمين لملف الاستثمار. لكن بعد الأخوان كل المشاريع اللي إذا أنت تسلك طريق الديوانية بغداد راح تتابع بالحلة كل معامل الإنتاج وغيرها من المعامل الأخرى. نعم. يعني في الحلة تجي للسماوة تلقي ملف الزراعة واستثمار بادية السماوة بشكل واسع جدا، الديوانية منسية. اليوم احنا اخوتنا بهيئة الاستثمار وجهود السيد المحافظ احيل ب 26,000 دونم ببادية الشنافية اللي تابعة للديوانية باستثمار الزراعة بشكل صحيح، وهناك بعض المشاريع اللي هو معمل زجاج، معمل اسمنت، غيرها من الامور بدت هاي الأوراق تكتمل، وإن شاء الله بقادم الأيام يبدي العمل بهذه المشاريع. على مر هذه السنوات كل الحصص اللي كانت مخصصة لمحافظة الديوانية لو صرفت بمكانها الصحيح ودون فساد ما كانت كفيلة على الأقل لتنعش واقعها الخدمي على أقل أكيد. تقدير. بالتالي أنا بصراحة يعني إحنا أغلب المشاريع اللي أحيلت هي في القرى والأرياف، يعني طرق في ابعد طريق، يعني ابعد قريه وابعد منطقه في الريف هي معبده وواصلها التبليد، في حين مركز المحافظه بسبب شركه المجال اللي تنفذ هذه المشاريع لم تنجز المشروع، وبالتالي احنا ما قدرنا ناهل هذه المناطق، وبالتالي توجهت المبالغ وقلت لك انه توزعت وفق رغبات بعض اللي متصدين على موضوع اعداد المشاريع في ذاك الوقت. زين. صندوق المحافظة الأشد فقراً شنو استفادت من المحافظة؟ شلون عملتوا بهذا الجانب؟ يوم أمس كانت زيارة للسيد رئيس صندوق الأشد فقراً في المحافظة، والتقى بالسيد المحافظ واجتمع مع الدوائر المعنية بهذا الموضوع، وخصص مبلغ أكثر من 150 مليار دينار عراقي لمحافظة الديوانية لإنشاء عدد من المشاريع، منها بنى تحتية ومدارس ومشاريع مي وغيرها من التفاصيل، كهرباء، تأهيل بعض المناطق. إن شاء الله يعني مع المشاريع اللي موجودة في محافظة الديوانية ستكون هناك بعد سنتين فارق مميز في البنى التحتية في المحافظة من إعداد المشاريع وتنفيذها.
شنو ابرز المشاريع اللي راح تصير او من خلال دراستكم انه الديوانيه اليوم تحتاجها وممكن تتنفذ من خلال هذا الصندوق؟ يعني احنا عدا صندوق الاشد وفقرا قلت لك احنا بوزاره الاسكان والعماره حولت لنا مجسرين، مجسر العروبه ومجسر الاسكان، اضافه الى 42 حي، اضافه الى مشروع مجاري غماس وعفك والحمزه على القرض الصيني. يعني اكثر من 250 مشروع تقريبا خلال هذه السنه والسنه القادمه سينفذ في الديوانيه، سيعمل نقله نوعيه في البنى التحتيه والخدميه في المحافظه. موضوع الاشد فقرا قلت لك انه احنا الكثير من المدارس اللي موجوده كرفانيه، عندنا مدارس آلة للسقوط، عندنا مدارس طينيه لله الحمد خلصنا من عندها بالقرض الصيني وبجهود الحكومه المركزيه ومتابعه السيد المحافظ. فمضينا احنا في تنفيذ بعض المشاريع اللي عندنا، بعض القرى تحتاج الى مشاريع مياه غيرها من الامور اللي توصل مياه صالحه للشرب، بعض مناطق احنا نوصلها ماء خام، فبالتالي هذا كلها ضمن مشاريع الاشد فقر. جيد جيد. اكو موضوع مهم جدا وضروري جدا ويجوز الناس تحتاجه اكثر من الجسور وغيرها من الامور، الا وهو موضوع توفر فرص العمل والتعيينات. تعرف الديوانيه تعاني كثيرا من موضوع البطاله، ونشوف اغلب اليوم الشباب موجودين في العاصمه بغداد والمحافظات الاخرى من الياس، ماكو فرص عمل، وين شباب تروح؟ شلون اشتغلتوا على هذا الملف؟ شنو الحلول اللي ممكن نقدمها على اقل تقدير للسيطره على هذا الموضوع؟ طبعا مثل ما تعرف جنابك انه مجلس الوزراء وبقانون الموازنه أقر بعض الدرجات الوظيفية بتعاقد لمدة 3 سنوات، وبالتالي عملت محافظة الديوانية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء على منصة أور إعداد برنامج لتقديم المتقدمين، وبالتالي أعلنت هذه الأسماء والشروط اللي موجودة وحصة محافظة الديوانية وفق اللي أعد من مجلس الوزراء. والكثافة السكانية أكثر من 5800 درجة وظيفية مقسمة 75% بكالوريوس ودبلوم و 25% إعدادية ومتوسطة ويقرأ ويكتب. فتحنا ضابط، قدمت شبابنا وإخوتنا في محافظة الديوانية، طلعت النتائج الأولية زين. آخر يوم لتقديم الاعتراضات يوم غدا إن شاء الله، بعدها راح يتم تدقيق الاعتراضات، من هو له الحق ومن له ليس له الحق، وبالتالي احنا راح نبدا الدور بمقابلات وتقاطع وظيفي والتدقيق من الاوراق الرسميه اللي قدمها وفق هذا الرابط. هذه الدرجات وزعت على احتياج الاقضيه والنواحي، والدوائر اللي موجوده في الاقضيه والنواحي كل ضمن اختصاص هذه الدائره، اذا كانت دائره مجاري وما غيرها التفاصيل، شنو اللي محتاجه مهندس عامل غيرها من الامور، واعد بشكل كامل وفق المواصفه اللي وفق الضوابط اللي اعدت من الأمان العام لمجلس الوزراء. جيد، 5000 درجة وظيفية لكن مو كافية للقضاء على ظاهرة البطالة، يعني أكثر الشباب اليوم مثلا مخرجين أو أميين، شنو عملتوا للسيطرة على هذا الموضوع يعني من خلال توفير فرص العمل بالمحافظة؟ احنا اليوم إذا نعتمد بس على الحكومة في تشغيل اليد العامل أعتقد ما نقدر، وتدري أنه موضوع الصندوق الدولي وغيرها من الأمور هذه، يعني احنا مو بصالح الشاب الديواني وبالشاب العراقي بشكل عام، وبالتالي انه حكومتنا عازمه في محافظه الديوانيه على تفعيل دور القطاع الخاص ودور الاستثمار حتى يستقطب اكثر عدد. هو هنا اقول لك استثمار اقل من 5% مثل ما تقول حضرتك، زين هاي الشباب وين يروحون؟ تمام، احنا هذا بالسنوات السابقه نقول 5%، باليوم احنا وفق اللي جدول اللي موعد بالبرنامج الحكومي ان شاء الله يعني بقادم الايام هناك مشاريع استثماريه تنهض بالمحافظه، قلت لك اكثر من 5 معامل واضافه الى برج سكني ومدن ترفيهيه وفرص اخرى. اليوم احنا عندنا مثال بسيط دواجن الديوانيه، نعم. اكثر من 2000 شاب تشغل هذه الدواجن. ممتاز. فبالتالي احنا نحتاج هيك مشاريع، ملف الزراعه اللي قلت لك يحيل 26000 دونم، ملف يعني جدا مهم راح يضيد على موضوع البطاله بشكل واسع بالمحافظه وينهض بهذه الموضوع. كل هذه الامور احنا يعني في صدد تقليل نسبه البطاله بالمحافظه وتوظيف الشباب حتى نسيطر على موضوع
انجرافهم والذهاب الى اتجاه اخر. جيد، هاي موضوعه في قادم الايام، يجوز اليوم المواطن العراقي قام بعد ما يتحمل يسمعها. انا اليوم اريد اسالك بعد مرور 7 أشهر على تشكيل مجلس المحافظه، شنو اللي قدرتوا تقدموه؟ احنا بالضبط يعني بعد 7 أشهر تدري انه بموازنه 24 بالشهر السادس يلا وصلت الموازنات للمحافظه. زين. احنا بال 23 كانت موازنتنا اكثر من 450 مليار دينار عراقي. في موازنه 24 حسب اللي موجود لحد الان اعدت المشاريع وفق مبلغ 70 مليار. فقياسا مع السنه السابقه نعم. اكيد يعني فارق واسع و يعني هائل بهذا الموضوع على اعتبار وضع البلد وموضوع البترول والدولار، يعني اسعار البترول واعداد الموازنه، يعني تدري تخصيص الاموال كان اي بس ما يكون الفرق هالقد. سعر النفط المعتمد بالموازنه حاله حال السنه الفاتت، شنو اللي يعني احنا بالموازنه يعني معد 70 اليوم 70 بس انت تنزل من 450 الى 70 على اي اساس؟ على اعتبار هم قللوا حصص المحافظات بالموازنه وحولوها الى مشاريع وزاريه مع تحفظنا على المشاريع الوزاريه، وهذه موجوده ومعده وموثقة من رأس الهرم في الحكومة. أغلب المشاريع الممتلكة هي مشاريع وزارية وليس مشاريع محلية. إحنا كل مشاريعنا اللي تحت تصرف المحافظة كل مشاريعنا منجزة أغلبيتها متابعة. قد نسبة نجاح المشاريع الوزارية بالمحافظات وتحديدا بمحافظة الديوانية؟ والله ما يتجاوز 60. شير 60%. يعني هناك مشاريع ممتلكة، عندنا مشروع الملعب السنبلة، عندنا مشروع المجاري، عندنا مشروع منتدى النسوي، عندنا من قاعة الشهيد، عندنا كثير من المشاريع المتنكة هي وزارية بالتالي. زين، بالتالي شلون راح تتعامل الحكومة المحلية؟ احنا اليوم لما نشهد هذا الانخفاض من 450 إلى 70 يوم، المواطن الديواني راح يعني احنا مثل ما قلت لك احنا في 23 كانت الموازنة جيدة جدا. قسم منعتها وزارية وقسم منعتها على تنمية الأقاليم، تنمية الأقاليم أكثر من 450 والوزارية أكثر من تريليون وكسر. كل أحيائنا قلت لك وكل مشاريعنا أحيلت بموازنة 23. زين. في موازنة 24 هناك بعض المشاريع اللي يعني استكمالا للمشاريع الأخرى اللي هي خلينا نقول يعني شلون نوصفها، كمالية أو غيرها تفاصيل، تعطي يعني أوبشن إضافي لبعض الأحياء. بعض المناطق احنا بالجهد الخدمي ايضا هذه السنه لله الحمد هناك مشاريع اللي هي خارج تصميم المحافظه، خارج تصميم مركز المحافظه، التصميم الاساسي دخلت للخدمه بمشروع الجهد الخدمي. اكثر من 9 أحياء عندنا في مركز المحافظه واكثر من 10 أحياء مناطق يعني في القرى والارياف بالجهد الخدمي اللي موجود. اضافه الى مشاريع الاشد فقرا، اضافه الى تنميه الاقاليم. زين. راح تقدر الحكومه انه تقدم في هالشيء. قلت لك احنا من ناس سنتين يعني هواي راح يكون اكو فارق لنا. احنا من 6 أشهر المستقبليه هذا اخذها من اخوك وهذا موثق الكلام. نعم. والسيد المحافظ متعهد به انه راح تكون بعض المشاريع ترى النور، يعني احنا بعد 6 أشهر بعض المناطق تدخل للخدمه يعني. زين، راح تقدرون تقدمون بهذه التخصيصات مع الفارق الكبير؟ يعني اسال مواطن الديواني يقول لك انا ايش حصلت من ال 240؟ شنو اللي تقدم لي بها حتى احصل من ال 70؟ تمام، انت احنا المواطن من حقه صراحه، احنا كل احنا مواطنين وكل احنا نتذمر من موضوع انه ماكو خدمه، ماكو شارع مبلط، ماكو كهرباء، ماكو غيرها من التفاصيل. اليوم احنا على ذكر الكهرباء في هذا الصيف يعني اكثر من يعني مشاريع. نعم. فك الاختناقات بشكل جدا واسع، وزاره. نعم. الكهرباء والاخوه في اداره الكهرباء نفذوا مشاريع فك اختناقات بشكل جدا مهم خلال 5 سنوات ما منجزه هذه الدائره. زين سيدنا، شنو ابرز الحملات والمبادرات اللي من الممكن ان تنطلق خلال الفتره القادمه؟ يعني احنا باليوم 1/7 راح تنطلق عندنا حمله التسجيل الوطني، الحمله الوطنيه للتسجيل. محافظه الديوانيه والسيد المحافظ اعلن انه كل مشاتل الديوانيه من كانت هي مستهلكه راح تكون منتجه. باي تاريخ راح تنطلق؟ 1/10 ان شاء الله. 1/10 هذه الحمله بعموم العراق طبعا. زين. وبالديوانيه بوجه الخصوص، واحنا في محافظه الديوانيه اكثر من 35 شتله
ويعني شتله مو صغيره، لا يعني جيده جدا. نعم. راح تنزرع في محافظه الديوانيه، ومو بس زراعته فقط، لا راح تكون هناك استدامه حقيقيه لهذه المشاريع. اضافه انه الفرق الطوعيه اللي موجوده عندنا في المحافظه فعلها السيد المحافظ العمل الطوعي، الخلايا الطلابيه اللي موجوده ايضا دخلت على الخط، الفرق الرياضيه غيرها كلها بدت الحراك اللي يكون حراك شعبي في المحافظه حتى نقدم فشيء للمحافظه بالتشارك مع الحكومه. نعم. معاون محافظه الديوانيه لشؤون الخدمات السيد مهند الحسني، اشكرك جزيل الشكر. حياك الله. شكرا جزيلا لك ولمشاهدي ومتابعه قناه الايام. حياك الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني سيكون عن حادثة البيجارات في لبنان، نفتتح وإياكم هذا الملف بتقرير انفوغراف عن تفاصيل الحادثة، نتابع. العراق كان ولا زال أول المتضامنين مع الأشقاء في لبنان عبر إرسال قوافل المساعدة وإصدار بيانات ومواقف التضامن. خلونا نشوف الاستطلاع التالي وراجع لكم. هذه هي الطائرة الثانية، بعد دقائق سوف تنطلق، محملة ب 15 طن من المواد والتجهيزات الطبية، وهي مقدمة من هيئة الحشد الشعبي. طبعا هي جزء من 40 طن سوف يتم إرسالها من هيئة الحشد الشعبي إلى أهلنا وأشقائنا في بيروت. أيضا هنالك عجلات إسعاف وكذلك كادر طبي متخصص سوف يذهب معهم لتشخيص أيضا الحالات اللي تحتاج إلى مساعدة وجلبها إلى العراق. أكيد هذا الجسر الجوي سوف يستمر إلى أن نساعد أهلنا وشعبنا في لبنان على تجاوز هذه الأزمة. الجانب العراقي هو منذ ولد الخليقة، يعني هو العراق ضد إسرائيل وضد أي تطبيع وضد أي اعتداء على أي دم عراقي أو عربي بالذات، لأنه العراق حضارة إسلامية، شعب مثقف، شعب لا يحب الدماء، شعب له غيرة لا توجد عند باقي الشعوب. والله صراحة هو دور عراقي مشرف ويا كل البلدان، يعني من ناحية لبنان أو سوريا أو حتى عن طريق الأردن، قبل فترة دزوا مساعدات الغزة وسقطوا بها عن طريق المظلات، سقطوا مساعدات. بس المشكلة أنه نتمنى هذه الدول، عدا فلسطين هي دولة مستضعفة، بس الدول البقية أنه ترد الإحسان بالإحسان من ناحية المواقف الدولية، من ناحية كل شيء، أنه يكون ويا العراق. محور الحديث في هذا الملف نناقشه مع الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا، حياك بجنابك. وأيضا عبر سكايب الباحث في الشأن السياسي من لبنان حسان عليان، مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك دكتور أحمد. بلغة أمنية عسكرية، ماذا حدث في لبنان وكيف تم اختراق البيجارات وتم استهداف عناصر حزب الله؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك هذا الخرق يصنف ضمن أطر الحرب السبرانية، وهناك نوع من الهجمة الإلكترونية اللي بالحقيقة كان معد لها مسبقا. نعم. واضح جدا أنها جزء من استراتيجية معدة بشكل دقيق جدا، بدأت في جهد استخباري في اختراق منظومة الاتصالات، ومهدت لاختراق جوي عبر طائرة مقاتلة أو درون
لاختراق المحطات الراديوية، لأنه البيجر يعمل ضمن محطات راديوية. نعم. UHF أو VHF، وهذه الترددات إمكانية اختراقها إلكترونيا ممكن. المفارقة الغريبة أنه هذه الأجهزة التي تم استخدامها بحدود 5 أشهر، والأجهزة اللاسلكية اليوم التي ضربت وتفجرت، هي أيضا صار تقريبا 3 أشهر حينما دخلت إلى لبنان. من الواضح جدا أنه تم التعامل مع الصفقة من جهة التوريد، وبقدر تعلق الأمر بالبيجر، البيجر فيه مواصفات، نعم هو يتعامل مع محطات راديوية أرضية، لكن يختلف أنه هو متفوق عن الأجيال التي مضت في كون بطاريته من الليثيوم. والليثيوم مادة إذا تعاملت معها بموجة كهرومغناطيسية عالية ترفع من درجة حرارتها، واتضح أن هناك رقائق من مادة البيتين اللي هي مادة شديدة الانفجار تعادل 4 إلى 5 أضعاف السيفور، وبالتالي يصار الاعتماد ملغرامات محدودة، يعني بحدود 20 ملغرام. المادة بلاستيكية يعني بإمكانها أن تتخطى الإجراءات الوقائية حتى للمطارات، تتعامل مع درجة الحرارة والاحتكاك لتولد انفجار، وطبعا الانفجار الذي حصل صار انفجار مزدوج، المادة المتفجرة التي هي شديدة الانفجار وبطارية الليثيوم، فأوقعت هذه الخسائر. هذه المادة اللي مزروعة داخل الأجهزة، بالتالي هذه الأجهزة ما تحتاجها، إذن هناك إعداد مسبق لهذه العملية. أحسنت، هي بالحقيقة تم تفخيخ هذه المعدات. الفرق الغريبة أنه الشركة التايوانية التي هي يفترض المصدر التي وردت منها، طبعا إحنا جاءت قبل 5 أشهر، أي بمعنى في وقت ذروة الاشتباك في غزة، وكان التوقع واضح جدا أنه إسرائيل تقاتل في غزة وعينها على الجبهة الشمالية، وعني بها جبهة حزب الله، فكانت تعد العدة في استحضارات معركة قادمة في لبنان. لكن المفارقة الغريبة أنه تم استيراد هذه الأجهزة قبل 5 أشهر، جيء بها من المجر. المجر أساساً أكثر دولة أوروبية لديها علاقة مع إسرائيل هي المجر. ثانياً، قبل فترة الاتحاد الأوروبي ذهب باتجاه تبني قرار، هذا القرار يدين المستوطنين الصهاينة في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية. من أجهض هذا القرار في الاتحاد الأوروبي هي المجر. طيب شلون، ما هو عنصر الاطمئنان الذي تحقق حتى أنا استورد جهاز من هذه الدولة التي عليها علامات استفهام، علما أنه هي وكالة وليست أصالة؟ إيه، واليوم نتحدث أنه كل هذه الأجهزة اللي دخلت ذهبت إلى حزب الله في لبنان، وجميعهم يعني استبدلوا أجهزتهم القديمة بهذه الأجهزة الجديدة، هناك أسئلة تطرح. نعم، بالحقيقة هو أساساً البيجر نوعين، النوع الذي يستخدم الأغراض المدنية، والنوع الذي يفترض منظور من قبل أمن حزب الله أنه البيجر أكو نوع عسكري وأكو نوع مدني. النوع العسكري فيه خاصية التفجير الذاتي، إذا ما تعرض المقاتل في الميدان إلى ضغط أو احتمالية وقوع في الأسر، فحتى لا تكشف الكود ولا يجرى يعني انتزاع اعترافات إلكترونية من الجهاز، فبيه خاصية التفجير الذاتي. فكان يفترض أنه أنا من أجيب الصفقة أتأكد هل هي عسكرية أو مدنية، لأنه الآن قد يعني تتخذ هذه الشركات ذريعة أنه البيجر العسكري هو أساساً بتدمير ذاتي، وبالتالي هذه الشريحة طبيعية تكون موجودة به لأنه هو يستخدم للأغراض العسكرية، أو قطعاً من تكون الصفقة إلى حزب الله، فحزب الله مقاوم ومقاتل في الميدان، فتكون الصفقة عسكرية أكثر من ما هي مدنية. ليش ما تم التدقيق في هذه الأجهزة؟ يعني على أقل تقدير إذا أنا أعجز عن فحص 5000 جهاز، فمن باب أولى أن أخذ عينات من الأجهزة وأجري لها عملية الفحص، والرقاقة لا تتجاوز بضع سنتيمات، وهي بالمناسبة بيضاء ومادة بلاستيكية، يعني ممكن إخفائها في داخل الجهاز مسألة واردة جدا. جيد، إذا تسمح لي أستاذ حسان رحب بحضرتك من جديد، أسألك
عن آخر التطورات في لبنان، وهل هناك نتائج أولية للتحقيق بحادثة تفجير أجهزة البيجر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت الكريم من المشاهدين وشكرا على الاستضافة. استطراد اللي ذكروا الخبير، أنا بثقة بفهم السياق اللي ذكروا، لست خبيرا عسكريا، ولكن بالمعلومات أيضا أن هذه هناك أجهزة بعض عالمية ودولية عملت على هذه الصفقة منذ بداية وصولها إلى لبنان أو منذ لحظة تصديرها إلى لبنان. معنى ذلك كما ذكر تماما، هنغاريا أو المجر هي دولة محترقة، الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية متمكنة كثيرا، وأنا باعتقاد الأمريكي ليس بعيدا عن هذا الأمر، هذا في سياق العمل الاستخباري المرتبط بهذه الصفقة. الأجواء الآن أنا باعتقاد ما حصل في لبنان بالأمس واليوم هو عمل غير مسبوق صحيح، هو عمل كبير جدا، ولكن هو الهدف كان من نتنياهو في ظل التصعيد والتهويل الذي حصل قبل أيام وحتى قبل أسبوعين، أنه يريد أن يصعد في لبنان وأن يريد أن يوسع رقعة الاستهدافات، ولم يقل توسيع الذهاب إلى حرب شاملة، لأنه يدرك تماما أن نتنياهو ليس بمقدوره بعد الإخفاقات المتتالية منذ 12 شهرا في الحرب مع غزة المحاصرة لم يستطع أن يحقق إنجاز واحد من كل الشعارات التي رفعها. ففي ظل هذه الإخفاقات لجأ إلى هذه العملية التي قال كما قال الضيف الكريم صحيح أنها هي معدة منذ شهور، ربما كما حصل أيضا في البيانات والمطالعات والقراءات أن هذه العملية كانت معدة للقيام فيها في لحظة الهجوم الواسع، بمعنى أنه قد يستخدمها العدو الإسرائيلي في لحظة الاشتباك الواسع ولإرباك حركة المقاومة. عندما يتم استهداف 3000 مقاتل بهذه الطريقة فعلا قد يحدث إرباك، ولكن أنا باعتقاد اليوم تتحدث المعلومات الاستخباراتية وخصوصا الموساد الإسرائيلي أنهم وقعوا في ورطة حقيقية، أن حزب الله بدأ من اللحظة الأولى ولغاية الآن بدأ فكفكت كل هذه الأمور المرتبطة بهذه الشبكات، وكيف وصلت إلى هذا الحد من أن يصل إليها العدو الإسرائيلي، وكيف وصل إليها، وكيف استطاع أن يعني يدخل هذه الرقائق التفجيرية وأيضا تدخل في إطار الكهرومغناطيسية زيادة الحرارة فيها للتفجير. أنا على كل من شاهدت هذا المشهد أخي الكريم، نعم، الذي حصل هو فعليا. أستاذ حسن، هناك من يرى أن العدو استطاع وبسهولة اختراق صفوف حزب الله اللبناني، أسألك أنه هل تم فحص هذه الصفقة وهذه الأجهزة حين تم إدخالها؟ كيف استطاع العدو أن يحصل أو يدخل من هذه الثغرة؟ كما ذكر الضيف، كما أقول مرة أخرى، لست خبيرا عسكريا، ولكن حزب الله دقيق أخي بشكل غير عادي، حتى على المستوى المجتمعي، حتى على مستوى المناطق المسكونة، حتى نحن يعني في المنطقة التي تحسب على بيئة المقاومة هناك دائما في استقصاءات واستطلاعات رأي، ودائما هناك متابعة، وهناك فريق أمني يتابع حتى الساكنين الجدد في المنطقة. حزب الله لا يخفى عليه هذا الأمر، وهو دقيق ومتابع بشكل جيد، وعنده قدرات وعنده عقول وأدمغة متطورة تستطيع أن تكتشف كل هذه الثغرات، ولكن ربما باعتقادي كما ذكر الضيف أن هذه الرقائق الغير مرئية قد يكون هي يعني تمر نتيجة الفحص، يمكن خلينا نقول العمليات على المستوى الاستخبارات الإلكترونية أو المخبر الإلكتروني قد يكون مرض بشكل طبيعي، ولكن كان عليهم ربما، أنا لست الآن في وارد أن أحاسب، نعم، أن يتم تشريح ولو واحدة من هذه العينات بشكل كامل لفحصها بشكل أدق، ربما يكون في هناك مصدر ثقة للتصدير، ربما يكون هناك، ولكن ليس باعتقادي أن يكون هناك خرقا لجسم حزب الله أو لعناصر أو قيادات لحزب الله عملت إلى إيصال هذه الصفقة. أستاذ حسن، وهم يعلمون أنها مفكرة. يوم غد ستكون كلمة للسيد حسن نصر الله مرتقبة، حسب توقعاتك ما هي خيارات الرد المتاحة أمام حزب الله؟ على كل أن كما ذكر الضيف مرة، أنا استشهد لأنه كلامه يعني على كل أن لا ليس في مكان التقييم أو مقام التقييم، يقدر كل الكلام اللي ذكر الضيف. اليوم السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في تأبين الشهداء الذين تم تشييعهم في الضاحية الساعة 5 عصرا، أنا كنت من المشاركين في التشييع. بيئة المقاومة رغم التفجيرات التي حصلت في الموجة الثانية لجهاز آيكوم اللي هو جهاز مختلف طبعا، وهذا أمر كان لافت في هذه اللحظة، وسقط 14 شهيدا و450 جريحا في الذي حصل اليوم، أنا باعتقادي البيئة كانت قوية وغاضبة،
وتريد الانتقام بالفعل، ولكن حزب الله كما قال السيد حسن نصر الله لا تعمل بانفعال، تغضب ولكن بحكمة، تقاتل ولكن بعقلانية. وهذا ما حصل في استهداف الشهيد القائد فؤاد شكر. عملية الرد استغرقت 25 يوم. أولا حزب الله يأخذ في الحسبان البيئة، مصلحة الوطن، الانقسامات الداخلية، حساسية المشهد اللبناني، المصلحة العليا للدولة اللبنانية فضلا عن بيئة المقاومة، وأيضا ما يمكن أن يتسبب فيه لو ذهب إلى خيارات انفعالية. هذا ما يريده نتنياهو. نتنياهو يريد من هذه العملية الأمنية الكبيرة أن يربك الساحة في داخل بيئة المقاومة ولدى المقاومة، وأيضا أن يضغط على حزب الله لفصل الجبهات وللضغط من أجل وقف العمليات الدعم والإسناد. ولكن اليوم كان كلاما واضحا من السيد هاشم صفي الدين وصفي الدين وقبل أيام الشيخ نعيم قاسم أن عمليات الدعم والإسناد مهما كانت التحديات وأيضا التضحيات سوف يكون هذا الأمر مبثوث فيه، لا يمكن أبدا التراجع عنه. أنا باعتقادي سماحة السيد في الغد سيكون له كلام مفصلي في التطورات الخطيرة التي حصلت أنف واليوم، ولكن كما قلت لن يثني المقاومة عن القيام بواجباتها. ورأينا اليوم العمليات بالأمس الرد على كل استهدافات العدو الإسرائيلي بعمليات ناجحة. جيد، إذا تسمح لي دكتور أحمد أسألك عن قراءتك للوضع الأمني بالمنطقة بعد التطورات الأخيرة. نعم، بالحقيقة الهجمة التي حصلت هي عبارة عن اجتياح إلكتروني، كانت التوقعات تشير إلى أنه احتمال أن يكون اجتياح بري لمسافة تتراوح بين 10 إلى 15 كيلو في جنوب لبنان، تمهيداً لإيجاد ما يطلق عليه بالعمق الاستراتيجي الذي ينسجم وأبعاد المشروع الذي تتحرك بموجبه حكومة نتنياهو مدعومة بما يطلق عليه بالديب ستيت أو الدولة العميقة في إسرائيل، والغاية منها تأمين عمق استراتيجي ضامنا لدور ستلعبه إسرائيل بحسب التوقعات التي ستصبح بوابة الشرق الأوسط للغاز الطبيعي، فتحتاج إلى عمق بري. وهذه القضية من الواضح يعني متصالح عليها بين الولايات المتحدة وأوروبا التي تعاني من أزمة أمن قومي على مستوى أزمة أمن الطاقة، وبين إسرائيل. المفارقة الغريبة أنه كانت التوقعات تشير إلى أنه هناك اجتياح، فالتوقع يشير إلى أنه الاجتياح بري الذي حصل هو أن كان اجتياحا إلكترونيا عبر الوسائل الأخرى. منذ 48 أو 72 ساعة عملت إسرائيل إلى تقييد الأقمار الصناعية. دكتور حتى نستثمر الوقت، من خلال الهجمات الأخيرة اللي ينفذها الكيان الغاصب وهذا التمادي، شنو اللي تريد إسرائيل وسياسة إسرائيل بالضبط؟ اللي وين أي خانة تريد تجر الوضع الأمني بشكل عام؟ نعم، إذا أخذنا بنظر الاعتبار التقييد الذي حصل، هذا للتأكيد لأنه معلومة هذه مهمة في سياق الحديث، أنه قيدت الأقمار الصناعية عن تصوير خط التماس الحدودي بين حزب الله وبين خط التماس الحدودي لإسرائيل. هذا كان بحد ذاته منذ 48 ساعة أو 72 ساعة ينذر بأن هناك عملية، فالعملية هل تكون برية أم اجتياح إلكتروني؟ الذي حصل اجتياحا إلكترونيا قد يمهد إلى اجتياح بري. الغاية منه تحقيق ما يطلق عليه بالعمق الاستراتيجي الضامن لتوازنات طاقة جديدة سترسمها ملامح المعادلة القادمة فيما يتعلق بالغاز البديل عن ما جرى في أوكرانيا، لأن أوروبا الآن تعاني من أقصى أزمة طاقة منذ عقود من الزمن، وارتفاع أسعار الطاقة أصبح بشكل مضطرد، ما عادت للاقتصاديات هاي الدول تحتمله ولا المستهلك. زين دكتور، يعني خيار الاجتياح البري هذا ممكن وارد إلى أين؟ إسرائيل ترغب في الحصول على المسافة التي تشكل جنوب الليطاني، يعني أن يتحرك حزب الله إلى شمال الليطاني. زيان. الغاية منها أولا اتخاذ من النهر درعا في مسألة العائق المائي واللي يشكل خط سد طبيعي. ثانيا هي تحتاج هذه المسافة لتحقيق عمق استراتيجي ضامن للدور الواعد الذي تدعمها فيه أوروبا والولايات المتحدة لتصبح بوابة الشرق الأوسط للغاز الطبيعي، وهذه ستؤسس إلى معادلة جديدة. يعني مع أحداث غزة تحدثنا كثيرا عن حقل غاز مارين اللي هو حقل وسطي وفيه أكتاف للحقول من الحقول العملاقة للغاز الطبيعي، هذه إذا امتدت تمر في الربع الخالي، في حقول غاز الربع الخالي
وتصل إلى حقل عكاز الأنبار واللي هو قريب على القائم البوكمال، طبعا كورمور في سليمانية جزء منه، وتتقدم باتجاه سوريا ولبنان وصولا إلى حقل الليثيان. وحقل الليثيان هو من الحقول المتنازع عليها بين إسرائيل وبين لبنان، وترك الملف للحكومة اللبنانية لمعالجته. وواحدة من الأساسيات التي تم التفاهم عليها هي اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تحت رعاية الأمم المتحدة وحضور دول الاحتماليات المتوفرة المتوقعة من قبل الفصائل المسلحة محور المقاومة. وأيضا أسألك، العراق وين من هذا الصراع؟ هذا السؤال جدا ضروري، علينا أن ندخل في حالة الحيطة والحذر الشديد منذ بدء الضربات، ومن الضروري جدا يعني أن نحذر عبر قناتكم الموقرة. المرحلة القادمة غاية في الخطورة، الحرب السبرانية أخطر من الحروب الشبحية، لأنه حرب تتعامل مع تقنية ولا نمتلك فيها استراتيجية الردع. سيصبح أي متناول إلكتروني متاح باليد، وإمكانية اختراق متاحة بشكل كبير جدا، لأنه حتى المحطات الأرضية اللي احنا نطلق عليها باللاند لاين، المحطة الأرضية بات اختراقها ممكن وضرب عقدها ممكن. فما بالك العراق؟ في العراق الخطورة أكبر للأسباب التالية. أولا، احنا ما عندنا أجهزة ردع إلكتروني بشكل كبير جدا، يعني على مستوى حصانة الأشخاص أو الأحزاب، قيادات ميدانية والأخرى. فضلا عن إمكانية الاختراق، أنا في تقديري هناك خارطة واضحة جدا للمسار لمناطق التواجد، المقرات وما إلى ذلك، فلا نستبعد أن تكون هناك عمليات. لذلك مسألة المقر البديل، مسألة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحتى فيما يتعلق بالعجلات والأشخاص المقربين للجهات التي هي ممكن أن نعتبرها جزءا من احتمال أن تستهدف، وعلي بهم قيادات وزعامات الفصائل، الآن أن تتخذ هذه حزمة الإجراءات الضامنة اللي يبتعد بموجبها عن كل تفاصيل الإلكترونية، حتى وإن كانت ساعة إلكترونية خلي يبتعدون عنها. جيد. أستاذ حسن، أعود لحضرتك، في حال حصل اجتياح بري من قبل الكيان الغاصب، شنو الخيارات المتوفرة أمام المقاومة، مقاومة وحزب الله؟ وأيضا أسألك، هل هناك تنسيق مع المقاومات الأخرى في المنطقة بعد هذا الهجوم الأخير؟ تفضل. شكرا على السؤال. جالانت قال، صرح قبل أيام، هناك صراع الآن بين جالانت وبين نتنياهو في مسألة الأولويات، وأيضا لها علاقة في مسألة شراك الوقت الذي تعني نتنياهو على المستوى الشخصي، وهناك انقسامات حادة على مستوى الجبهة الداخلية. جالانت قال في 11 أكتوبر، يعني بعد 4 أيام من معركة طوفان، قال للمستوى السياسي والأمني أنه علينا أن نذهب إلى اجتياح لبنان وتوجيه ضربة اتفاقية لحزب الله. قبل أيام قال، أنا قلت هذا الأمر والآن أتراجع عن هذا، وأنصح بعدم الذهاب إلى هذا الأمر، لأن هناك الآن اختلال في التوازنات. وأنا قال أيضا أنه لا أنصح، إذا كان لابد من معركة فلتكن في المدى البعيد، يعني المستقبل البعيد. العدو الإسرائيلي يدرك تماما أن تراكم القوة وقدرات المقاومة هي التي تعيق على العدو الإسرائيلي التفكير جديا بأن يذهب باتجاه حرب برية، أو حتى كما ذكر الضيف الوصول إلى نهر الليطاني. أولا، الوصول إلى نهر الليطاني لا يلغي قدرات المقاومة الصواريخ الدقيقة والباليستية، والتي لم يظهر منها حتى هذه اللحظة أي صاروخ على وجه الإطلاق، سوى الصاروخ الكاتيوشا والمضاد للدروع والمسيرات بأنواعها، وهذا أيضا يقلق العدو الإسرائيلي. فضلا عن ذلك، أن ما قام به هدهد 1 و2 و3 لتصوير وتشخيص لكل الأهداف الاستراتيجية داخل الكيان الإسرائيلي، وأيضا ما أظهره الأنفاق، يعني قاعدة عماد 4، هذا الذي ظهر فيه من الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى وليست الصواريخ البعيدة المدى، أيضا هذا مبعث قلق العدو الإسرائيلي، جعله يدرك تماما أن أي تفكير باتجاه تفكير الذهاب إلى حرب برية أو اجتياح لبنان يحسب له 1000 حساب بعد هذا المشهدين. فضلا عن ذلك، أن ما يقوم به حزب الله كما ونوعا في العمليات وارتقاء في العمليات أيضا هو مبعث قلق للعدو الإسرائيلي، وهذا أيضا تحقق على الأرض. نحن نعلم تماما لأول مرة في تاريخ الصراع، نعم، أن حزب الله يقرب حزاما أمنيا
في داخل فلسطين المحتلة، وهذا خارج المعادلة، معادلة وعقيدة الجيش. فضلا عن ذلك أن المرتكزات التي تقوم عليها العقيدة الصهيونية من بون غوريون، الردع والإنذار المبكر والحسم، هذه الركائز الثلاثة سقطت، وهناك ركيزة رابعة أضيفت هي لم تكن موجودة، هي الحماية. اليوم الكيان الإسرائيلي ونتنياهو يدرك تماما أن الخوض في حرب مفتوحة لا يمكن أن يقوم بها ما لم تكون أمريكا بالمباشر، وليس بالتغطية لا المالية ولا السياسية ولا الدولية، بل بالإدارة أيضا بوجود جيش. أستاذ حسان، أعتذر منك لتجاوزنا على الوقت. الباحث في الشأن السياسي من لبنان الأستاذ حسان عليان، شكرا جزيلا لك، والخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي، شكرا شكرا جزيلا لكم لحضرتك. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الثاني بأبرز ما جاء في منصة إكس حول حادثة استهداف أعضاء في المقاومة الإسلامية في لبنان عبر أجهزة البيجر، نتابع. مشاهدينا، ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. المجلس الوزاري يوجه بتدقيق الأجهزة الإلكترونية قبل استيرادها لتجنب أي حالة اختراق محتملة. وزارة الداخلية تعلن عن إحباط عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود في محافظتي ديالى وميسان. وزير العدل يوجه بزيادة ساعات التشميس للنزيلات في سجن الحماية القصوى بالتزامن مع نهاية الصيف. مجلس الخدمة يعلن امتلاكه 8000 درجة فائضة ويؤكد الشروع بالتوظيف الشهر المقبل. وزارة الإعمار تعلن انطلاق أعمال فتح مسار الطريق الحلق الرابع حول العاصمة بغداد. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.